طيب مع حضرتك طبعا يعني نروح للزميل العزيز ابراهيم عمر المتواجد حاليا في مقر اقامه الحفل، نعرف منه تفاصيل اكتر بتخص الحفل، تفاصيل فنيه ابراهيم، تفاصيل تنظيميه، كل الكلمه او الكلام كله هيكون معاك دلوقتي من خلال تواجدك معانا عبر شاشات اون تايم سبورتس، فلك الكلمه الان وبرحب بيك فتفضل. تحياتي ليك زميلي العزيز محمد غانم ولضيفك الكريم ولكل مشاهدي اون تايم سبورتس كل مكان موجودين دلوقتي داخل وقائع المؤتمر الصحفي للاعلان عن دوري السوبر المصري الذي سيقام في الامارات في شهر ديسمبر المقبل. امتى في ديسمبر يا غانم؟ هنعرف من خلال الحفله، لكن احنا دلوقتي خلاص تفاصيل بسيطه جدا، رتوش اخيره بيحطوها المنظمين لاقامه الحفل. يمكن كل المدعوين للمؤتمر الصحفي والحفل النهارده كلهم حضروا، موجود على راسهم الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني الاول والجهاز الفني بقياده روي فيتوريا والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقياده المنتخب الاولمبي بقياده روجين ميكالي، موجود اعضاء الاتحاد المصري لكره القدم كلهم موجودين، موجود اعضاء رابطه الانديه المصريه المحترفه، موجود ضيوفنا الكرام واخواتنا اعضاء مجلس ابو ظبي الوطني للاعلام، كله موجود النهارده، الحضور كلهم موجودين ومستنيين ان شاء الله مع بدايه الحفله. خلاص دقائق قليله جدا يا غانم ويبدا الحفل ووقائع المؤتمر الصحفي لدوري السوبر المصري. طيب يعني ابراهيم انت قلت جزئيه مهمه جدا، سامعني طبعا. أنا سامعك طيب، أنت معك. قلت حاجة مهمة وهي لفتت انتباهي طبعا، أهمية تواجد الأجهزة الفنية، الجهاز بقيادة ميكالي المنتخب الأولمبي اللي مقبل على تحديات مهمة جدا، أيضا منتخبنا الوطني الأول والتحديات اللي عنده في كأس الأمم الأفريقية، المجلس الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم، الرابطة، حضرتك برضو وضحت مجلس أبو ظبي الوطني، فأعتقد ده بيضيف للبطولة اهتمام الكل المسؤولين، فأعتقد ده بينعكس عند الجماهير بوجود أربع أندية أيا كان بقى الأندية اللي هتشارك إيه فيها، فأعتقد تلتمس كده من تواجدهم بعض الاهتمام بالبطولة وبقيمتها دلوقتي بعد أن أصبحت بطولة هامة في كرة القدم المصرية. بالتأكيد يا غانم هي بطولة مهمة جدا، وانت بتتكلم في البطولة السابعة للسوبر المصري اللي تقام في الامارات، لكن المرة دي هتبقى دورة، انت بتتكلم في دورة رباعية، المرة دي احنا شفنا ست نسخ قبل كده كان متواجد فيهم النادي الاهلي، لاعب نادي الزمالك في كذا نسخة، ولاعب النادي المصري، ولاعب بيراميدز في اخر نسخة من بطولة السوبر هناك، سواء بقى ايا كانت بتقام في العين، بتقام في ابو ظبي، لكنها بتقام في دولة الامارات العربية الشقيقة، الكل مهتم، الكل عايز يشوف شكل جديد، خصوصا انت بتتكلم في دوره رباعيه، يعني دوره رباعيه انت بتتكلمش في ماتش واحد هيتلعب، لا ده انت بتتكلم دلوقتي في حوالي اربع ماتشات، يعني ثلاث ماتشات او اربع ماتشات هيتلعبوا، وهنعرف التفاصيل كلها وتفاصيل الدوره والبطوله مع بدايه المؤتمر الصحفي وبدايه الحفل، الكل موجود والكل حاضر، لان انت غانم وكل الجماهير بتشوف شكل السوبر المصري بيكون عامل ازاي هناك في الامارات، بتشوف الملعب بيبقى عامل ازاي، بتشوف الحضور الجماهيري بيكون عامل ازاي، بتشوف جمال وحلاوه الملعب والماتشات، وكمان انت اللعيبه كمان بتساعدك ان الماتشات بتطلع حلوه، يعني حتى كمان الماتشات لو نفتكر كده نرجع بالتاريخ، حتى الماتشات اللي طلعت 0-0 وانتهت بركلات الترجيح، الماتش نفسه كان طالع حلو وكان شكله حلو والجمهور كان متفاعل معاه، والماتشات بتبقى طالعه حلوه، الناس بتبقى مستنيه الكرنفال اللي بيكون في الامارات، الجمهور المصري سواء في الامارات العربيه الشقيقه او في اي دوله عربيه شقيقه في الخليج العربي بالتاكيد بيكون مستني، وكمان يعني المصريين من هنا بيسافروا بياخدوها كفسحه، كله بيبقى عايز يروح بيطلع الامارات يومين يحضر الماتش ويتفسح وبيتمتع بالاجواء كلها، بنشوف هناك الجمهور كله مع بعض، اهلي قاعد جنب زمالك، قاعد جنب مصري، كله قاعد جنب بعضه يا غانم، ما بيكونش فيه فرق، بنشجع وبعد كده بنطلع ماسكين ايدينا في ايد بعض، بنطلع نخرج، بنطلع نتعشى، بنروح نتفسح، لكن سوبر بيجمع الناس كلها غانم، بيجمع الانديه وبيجمع الشعوب وبيجمع الجماهير، بيجمع كل حاجه غانم، السوبر المصري الاماراتي، واعتقد ان الشكل هيكون مختلف، الشكل هيكون احلى، ان انت بتتكلم في دوره او دوري من اربع فرق، اتحدد ليها ثلاث فرق حتى الان، نادي الاهلي، نادي بيراميدز، نادي سيراميك كليوباترا اللي فاز بكاس الرابطه، ودي كمان حاجه مهمه وحاجه كويسه، اللي انت كاس الرابطه انت بتدي له اهميه ثانيه وبتدي له اهميه اخرى، اللي انت دلوقتي اللي بيفوز بكاس الرابطه بخلاف ان هي بطوله بتدخل له او بطوله رسميه بخلاف الجوائز الماديه، لا انت بتتكلم ان انا بروح لحته ابعد، بروح العب في بطوله وبلعب في دوري سوبر وبلعب مع الانديه اللي بتكسب
الدوري، الانديه اللي بتكسب الدوري، الانديه اللي بتكسب الكاس، انا بكون متواجد معاهم، موجود برضه يا غانم الحضور، عشان ما اكونش نسيت، يمكن الشركه المتحده داعيه كل الانديه تقريبا، يعني انت بتتكلم موجود المسؤولين عن نادي بلديه المحله، عن نادي الداخليه، عندنا عدد كبير من مسؤولي انديه الدوري المصري الممتاز موجودين ومتواجدين في الحفل، وبيتوافدوا على الحفل يا غانم. لكن خلاص احنا يعني في خلال دقيقه دقيقتين الحفل هيقام، لان خلاص بداوا يدعوا الناس بالجلوس دلوقتي. بشكرك جدا يعني زميل عزيز ابراهيم عمر، وفيت وكفيت طبعا عن كل التفاصيل اللي احنا محتاجين نعرفها، وحسستنا ان احنا طبعا متواجدين معاك من خلال هذا الحفل، وان شاء الله هنواصل التغطيه معاك في اللحظات والدقائق القادمه.